مرحبا بكم. بعدما قدمنا لكم في الفيديو السابق بعض من التحديات الخطيرة التي لا ينبغي أن تقوم بها بواسطة السبينر، سنقدم لكم اليوم 5 نماذج رائعة لعمل سبينر في منزلك دون الحاجة إلى أن تشتريه من المحلات. ولكن لا تنسى ما قلناه لك في الفيديو السابق، لا تفعل مثل الأغبياء، فهذا سبينر صنع لإزالة التوتر والاستمتاع به وليس لفقد عينيك، لذا كن حذرا. إليك 5 نماذج من فيتجت سبينر يمكنك عملها في منزلك بكل سهولة. خامسا، سبينر لافا. لعمل مثل هذا السبينر يجب أن تحضر نموذجا من البلاستيسين بالإضافة إلى السكر والماء وأيضا ملون طعام أحمر. الطريقة سهلة للغاية، قم بمزج جميع المكونات سويا لتسخينها لعدة دقائق حتى تغلي. بعد ذلك قم بإحضار نموذج البلاستيسين وقم بصب الخليط به بعناية شديدة. ثم اتركه حتى يتجمد، والآن تستطيع امتلاك هذا السبينر الرائع. رابعا، سبينر الغاليوم. يعتبر من أسهل السبينرات التي يمكنك عملها. تحتاج نموذجا من البلاستيسين وواضعا للكرة ومحقنة ومعدن الغاليوم. لا تقلق، يمكنك الحصول عليه بكل سهولة. قم بوضع معدن الغاليوم في إناء به مياه ساخنة واتركه حتى ينصهر، وبواسطة المحقنة قم بأخذ بعض من الغاليوم وأفرغه بعناية في نموذج البلاستيسين. لا تنسى أن تخرج الماء الزائد منه قبل أن تفرغه، ثم اتركه لعدة دقائق. والآن استمتع بسبينر الغاليوم الرخيص والبسيط. ثالثا، سبينر الكهربائي. ليعمل سبينر كهربائي مثل هذا، احضر نموذج بلاستيسين واضع عند الكرة، السكر، قلم رصاص به أشعة فوق البنفسجية، ماء بالإضافة إلى ملون طعام أزرق. الآن قم بخلط السكر مع الماء مع اللون الأزرق وقم بتسخينهم حتى يغلوا. بعد ذلك قم بصب الخليط الناتج في نموذج البلاستيسين، وضع الكرة في المنتصف. والآن قم بإضافة قلم الرصاص المضيء بالأشعة فوق بنفسجية لتغيير اللون بشكل لا يصدق. ثانيا، سبينر متعدد الأحجام. فقط ما سنحتاجه في هذا السبينر هو واضعا للكرة ولكن بأحجام مختلفة، ويمكنك شرائه بكل سهولة من المحلات المتخصصة في تصنيعه. بعد إحضارك لهذا الوضع قم بتركيب الأكبر ثم الأصغر حتى تحصل على هذا الشكل الذي لا يصدق، وهو أسرع من السبينر العادي. وبالطبع ستندهش من إمكانياته الرائعة، فيمكنه الدوار لمدة أكثر من 9 دقائق مستمرة بسرعة كبيرة. واحد، سبينر النحاسي. سنحتاج إلى أنبوب صغير من النحاس واضع عن الكرة، غراء قوي، أداة قطع لتقطيع الأنبوب. قم بقياس واضع عن الكرة واقطع الأنبوب على نفس الحجم ليكون متساويا. قم بحك الأجزاء المتقطعة لكي تلمع بهذا الشكل. قم بتجميعهم على شكل سداسي واربطهم بسلك لكي يتم لحامهم جيدا، ويمكنك أيضا لحامهم بواسطة غراء قوية، فهذا خيارك أنت. إذا كنت تمتلك الكثير من واضع الكرة يمكنك وضعهم بجميع الفراغات وتشكيله على حسب ما ترغب. هذا السبينر الرائع يمكنه الدوران لأكثر من دقيقتين بكل سهولة. والآن قد حصلت على نماذج رائعة من هذا السبينر. أرجو أن أكون قد وفيت في تقديم المعلومات المفيدة لك. ولا تنسى دائما لا تكن كالأغبياء. السبينر صنع للاستمتاع به.